بمناسبة الذكرى 11 ديسمبر، قام والي ولاية ورقلة أغامير مصطفى بتوزيع 80 مسكن لفائدة أساتذة التعليم العالي والبحث العلمي بجامعة قصد مرباح بحضور اللجنة الأمنية والعسكرية والأسرة الثورية. تقرير عبد العالي بكاري. مناسبة 11 ديسمبر رأى يعني سيد والي الولاية إلا أنه يستغل هذه الفرصة لتوزيع سكنات المجهزة والمهيئة لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي بجامعة قاضي مرباح ورقلة، والتي تقدر ب 80 سكن. وهذه الالتفاتة الطيبة من سيد والي الولاية لإعطاء اهتمام كبير وعالي بالنسبة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي وإشرافه شخصيا على توزيع هذه السكنات. إذن هذه الحصة تدخل في حصة 230 سكن، حيث سلمت 150 سكن سابقا، والآن يكون توزيع لثمانية سكن. وهذا مما يعني يبين أن الدولة الجزائرية يعني تهتم بإطاراتها وأساتذتها وإعطائهم يعني أريحية حتى يقدمون كل ما لديهم من إمكانيات وعلوم ليعني إنشاء النشأ في ظروف جيدة إن شاء الله. الحقيقة احنا 80 أستاذ استفدنا من صيغة السكن الوظيفي للجامعية، وإن شاء الله البقية الأساتذة المتبقيين باش يستفادوا، لأنه السكن الوظيفي هو جزء من الاستقرار تاع الاستاذ الجامعي اللي يحافظ ولا يساهم في تحسين الاداء نتاعو داخل الجامعه. بمناسبه الذكرى 61 لمظاهرات 11 ديسمبر، بهذه المناسبه الكريمه قام الوالي بتكريمنا من خلال تسليم عقود ملكيه الاراضي الخاصه بالتجزئات الاجتماعيه نقوسة. نشكر سيادة الوالي على هذا التكريم، كما نشكر جميع من ساهم معنا في هذا التكريم.